السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس لهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس لهم معنا، نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على لعاب جزائري أمين قويري، وين الناس اللي كانوا يقارعوا له وكانوا متمنيين كما قالها لي باباه البارح قاعد نهضر معاه، قال لي كاين صحفيين، كاين في المديرية الفنية، كاين بزاف ناس كانوا يقارعوا الأمين قويري، عيط له ديشون. قال لي خسرت لهم لافير، وصح خسرت لكم لافير، يعني سوسو تاعكم راح مع ديلور الفلسطين، سوسو تاعكم عاود لعب مع ديلور في نيس، لا تيقوش تعايرو ديلور تخلو سوسو، ما نجمتوش كي ديرو، لعبتوها كاع ما على بالكمش، ما سمعتوهاش، ما شفتوهاش هذيك، ما على بالكمش، يا واد الجياح، يا اللي ما عندكمش أصل، ما عندكمش أصل، نتوما ما عندكمش أصل، نتوما أصحاب وجوه قبيحة، ما عندكمش، أنا نقولها لكم، تحوسو كيفاش؟ تبينوا باللي هضركم عندكم الحق، وانتم كل كلامكم باطل، واللي تبعكم باطل، واللي ينتقد فينا في كلمة الحق فهو يعني منافقين. ما انتم ما عندكم تنتقدوا كلامنا، انتم منافقين، ما تكلموش الحقيقة بس على ظهر الجزائر، ما تخلوا تشو تركبوا على ظهر الجزائر بصح ما تكلموش الحقيقة بسبب مصالح تاعكم ومصالح سيادكم، ما تكلموش الحقيقة، هذه هي. بالرحمة مركا، على بالنا بلي بالرحمة مركا، على بالنا بلي بالرحمة مركا، على بالنا بلي محرز مركا بيناتي، على بالنا بلي محرز هو تيراها ماشي هي اولون تيراها، على بالك تجي انت تقولها لي، قولها لاسبانيولي اللي متزوج بيك. وين دائما وين شأنه وين من وين لعاب من اصول جزائريه، وحسب اخر اخبار من فرنسا والتي اكدت بان المدرب المنتخب الفرنسي يعني صدم اللعاب من اصول جزائري، كان حلمه هو اللعب لصالح المنتخب الفرنسي في قريب العاجل. بصح انتوما اعطونا باللي صح باللي كان حلمه، انتوما اعطونا الصح باللي كان حلمه، حتى المدرب المنتخب الوطني الجزائري كان حلم تاعو بالفيديو، حلم تاعو يلعب مع فرنسا، حتى ابراهيمي، حتى فيغولي، حتى غولام، حتى كاع الناس كانوا حلم تاعهم باش يلعبوا مع فرنسا. انتوما راكم عايشين في قلبه باش تجي وتقولوا لنا باللي كان الحلم تاعو يلعب مع فرنسا، كاع كان الحلم تاعهم يلعب مع فرنسا، يلعبوا مع فرنسا، كاع كان من المدرب وطلع، كاع كان الحلم تاعهم يلعبوا مع فرنسا تمثيل الالوان الفرنسيه. ماشي اليوم ها راه فيديو، ماشي انا يهدر فيها فيديو تاع المدرب، فيديو كاين تاع فيغولي. بصح ذاك الوقت ما كناش نحوسوا، ماشي ما كناش، كنا نحوسوا على الرايه الوطنيه. المهم هذا الغري، هذا الطفل الصغير ما عليه جيبوه بعد يعرف القيمه تاع بلاده. فيغولي، فيغولي 2010 2012 2011، ماشي قال باللي لو شوا تاعي لوبجيكتيف تاعي نلعب مع ليكيب دو فرونس، قالها كيما هاك. بصح من بعد 2015 حق ما ولا يعاير فيه بالشيخ، ولاو يعايروا فيه، شتا قال لهم؟ قال لهم كبرنا وعرفنا جرائم فرنسا باللي قتلونا جدودنا، كيما هاك قالها. شتو كيفاش؟ ما تجيش اليوم تحكم على لعاب عنده 22 عام، باباه لو شوا تاعو يشوف ولدو ليكيب ناسيونال، بصح مكانش لي يتصل بيه، مكاش لي يتصل بيه، مكاش لي يتصل بيه، ومكاش لي جا وحدو ليكيب ناسيونال. المدرب وراحو لفرنسا الاثنين ثلاثة الاربعة الخميس على الجوج تاع العشية باش كمل نيغوسياسيون معاهم، وسنيا مدرب فريق وطني جزائري، هذه باش يكون على بالكم. ما تجيش انا تحكم لي على اللاعب تقول لي كان باغي يلعب مع فرنسا، وين شتا انت كان باغي يلعب مع فرنسا؟ وين شتا انا شفت راخر كيسموه مومن ايت قاسي يتكلم يقول لك هذو ما غاديش يجوا، راه عندنا الفيديو، غادي ندير لكم الفيديو تاعه، غادي ندير لكم الفيديو تاعه. الى ان وسائل الاعلام الفرنسيه اكدت بان ديشون استبعد رسميا
يعني في وقت الحالي استدعاء اللاعب أمين غويري لصفوف المنتخب الفرنسي، كما أكدت ذات أخبار بأن اللاعب غويري تراجع مستواه بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، حيث لم يتمكن حتى الآن من تسجيل مع ناديه بالدوري الفرنسي بعد مرور 3 جولات، واكتفى بتقديم تمريرة حاسمة فقط. هنايا يقول لك باللي غادي فرنسا ما تعيطلوش، بصح سي المستوى تاع ما تخافوش، نعيطوا لبونجاح ونعيطوا لسليماني، ما تخافوش ما تخافوش. عندنا بروجي ب 34 عام و 32 عام و 31 عام، ما تخافوش ما تخافوش. هذو مازالوا ذراري صغار، عموره مازال قريان صغير. انا راني نعس الا نعاودوا نعيطوا لعبد القهار ونعيطوا القادري ونعاودوا نعيطوا لذاك تاع الترجي التونسي تاع بارادو اللي داروا له ستاتي باش يبيعوه، نعيطوا نقارعوا لا يعيطوا العوفي العوفي، نقارعوا لا يعيطوا اكتشاف المدرب حليميه اللي يعاود يعيط له، خاطر على اللاعب انت راك داعي عليه نظره تنجم تعاود تعيط له. بن عياده ما راش يلعب، زدادكا زداد راخو عطال ما تتكلش عليه خاطر كاع لعب مبليسي، يعني كاين بزاف امور. ما تخافوش ما نعيطولوش ما نعيطولوش، غادي نعيطو للراخو راه ولا القاطر قاطر ولات قاطر قاطر، والذي اكتفى بتحقيق تعادلين وهزيمه في مباراه اخرى. وللتذكير ان اللاعب امين غويري كان يتواجد على رادار المنتخب الفرنسي الذي كان يتابع وباهتمام تطورات مستواه، خاصه وان اللاعب يعتبر واحد من بين ابرز اللاعبين في المنتخب الفرنسي لفئه اقل من 21 سنه، اين شارك معهم في 21 مباراه تمكن خلالها من تسجيل 10 اهداف. وقد ضغطت وسائل الاعلام على المدرب ديشون لاستدعاء لاعب غويري لصفوف المنتخب الفرنسي الاول من اجل قطع الطريق على الجزائر، خاصه بعدما ربطت الفاف اتصالات رسميه مع لاعب، الى ان المدرب الجزائري الذي لا يزال غير مقتنع بمستوى هذا اللاعب، خاصه ان يعني وين الناس منا ينتظروا باش يلعب مع فرنسا، ينتظروه باش يلعب مع فرنسا، يعني وين شو كيفاش ينتظروا باش يلعب مع فرنسا في طوي يخرجوا يقولوا لكم قلنا لكم هذه هي لوبجيكتيف تاعهم. كاين هذو تاع العاهرات تاع اليوتيوب، كاين بعض الصحافه يخرجوا يقول لكم قلنا لكم لوبجيكتيف تاعهم، لا بغات على ظهر الجزائر يقول لك يا ربي ما يجوش في طوع الكلمه تاعنا تخرج صح. يا ودي غيجو غيجو وسكتوا، غيجو معليش غيجو يسكتوا، غيجو يسكتوا، هذ اللعابه غيجوك. لو كان جاوك هذ اللعابه كراك تصبح كوب دي موند كوب دي موند كوب دي موند، كراك تصبح كل مره. اقعدوا اليوم نسوا الغاشي، هضروا لهم على رضا عباس، على رفيق وحيد، على بالشيخ، على اسيست، على منا، على مليه، على منا، وضحكوا على تونس باللي بيجيب تونس راح تشارك كوب دي موند، المغرب راحوا يشاركوا كوب دي موند، سونغ بيشارك كوب دي موند، سينيغال بيشارك كوب دي موند. انتم قعدوا تعيبوا على الغاشي، انا راني نشوف لي باج كيفاش يضحكوا على الغاشي، يضحكوا على تونس ما تروح تشارك تونس، هذه الخطره تاعها الخامسه، المغرب خطرتها السادسه، كاميرون خطرتها الثامنه، السنغال خطرتها الثالثه، باقي لها الرابعه الثالثه ثلاثه السنغال. روح انتوما السنغال كوب دافريكا وكاليفات كوب دي موند، قعدوا انتوما تضحكوا على الغاشي، قعدوا تضحكوا على الغاشي وحنا ولينا نضحك، الناس تضحك علينا حنايا. هذوك راحوا هذوك اللي راحوا لاسويس، دعوه شر حسبوها 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 قبوزيه، وهي دعوه هي ضحك، الناس لا تضحك عليهم، دايرين كي دايرين وجوههم ما عاد كي دايرين، تبقى تشوف في وجوههم ما عندهمش وجه، عندهم لا ريال، عندهم ما عندهمش وجه، تشوف وجوههم تاع الشواطين، عندهم وجوه تاع الشواطين، ما عندهمش وجوه ما عندهمش وجوه. انت ما خوفتش مرتك تبات في لاكاف، تخمل مرتك تبات في لاكاف، بيت راه تخوف انفرتينو، بغيت تخوف افرتينو ما خوفوش بوتين، بغيت انت تخوفه زبله، نتايا زبله تاع كلب بغيت تروح تخوفو نتايا، ايطو باسيت بينا. وهذاك يبات 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 ينيغوسي مع الفلاليس، هذاك المخنث هذاك يبغي الفلاليس،
يفرح من ويسيب 16 عام 17 عام يموت اليوم. أيا باغي يروح يخوف أنفرتينو، باغي يخوف أنفرتينو. بلا ما تنساو أعطونا جيم كومنتير وبارطاجونا الفيديو باش كل يوم نكون معكم بجديد إن شاء الله بربي، وربي يحفظكم.